أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقوم بعض الأئمة في هذا الزمان بالتقليد في الأصوات في قراءة القرآن ويقلدون قراء معينين، فهل هذا يجوز وما حكم الصلاة خلفهم؟ تقليد القراء في تجويد القرآن وإتقانه لا بأس به، أما تقليدهم في الأصوات هذا تكلف، وهذا يملل السامعين، هذا يملل السامعين، وهو تكلف من القارئ، فالقارئ يقرأ بالصوت الذي أعطاه الله إياه ويحسن صوته، يحسن صوته ولا يقلد أصوات الآخرين. أما أنه يقلدهم في ضبط القرآن وإتقانه وأدائه هذا من باب التعلم، هذا شيء طيب. نعم.